هي المدينة الأكبر بين مدن العالم بعدد السكان، وبحكم جغرافيتها صارت الأكثر استقبالاً للاجئين الفارين من نار الحروب. مدينة اسطنبول التي احتضنت على مدى عدة سنوات نحو 5 ملايين لاجئ ومقيم غالبيتهم من العرب. إشكاليات وتحديات كبرى تواجهها المؤسسات التركية تجاه هذا العدد، ولغط كثير وضبابية حول ما يمر به المقيمون الأجانب سياحاً ولاجئين. كل ذلك استدعى عقد اجتماع بين والي اسطنبول ومدير الأمن مع مديري القنوات الإعلامية العربية في اسطنبول. مدير أمنيات اسطنبول كما يسمونه هنا مصطفى تشالشكان شدد على أن الجرائم التي يرتكبها العرب في اسطنبول بجميع أشكالها تكاد تكون منعدمة، وسلط الضوء على واقع المدينة من الناحية الأمنية والاجتماعية مقارنة بكثير من عواصم العالم، وأوضح بلغة الأرقام أنها تفوق الكثير من المدن العالمية من ناحية الأمن وقلة عدد الجرائم وتوفر الوسائل التي تساعد في حياة آمنة قياسا لعدد ساكنيها. نتوقع أن يزور إسطنبول في العام الحالي حوالي 15 مليون شخص. وهذا العدد يشكل العرب نسبة كبيرة منهم. والإسطنبول علي كايا ركز في كلمته على الحديث عن دور تركيا في استيعاب اللاجئين ضمن سياسة الباب المفتوح للفارين من حكومات بلدانهم، لكنه بالوقت نفسه شدد على ضرورة الامتثال للقوانين والتقيد بقواعد الحياة الاجتماعية، وتحدث عن مهلة نهاية شهر تشرين الأول المقبل لتسوية أوضاع المخالفين لشروط الإقامة في تركيا، خاتماً القول إن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة لن تجعل تركيا تغير من سياسة الأخوة تجاه العرب المقيمين فيها. 470 yıl Cihan Devleti'nin Cihan başkentliğini yapmış bir şehirdesiniz. İstanbul كانت عاصمة لدولة عالمية حكمت العالم على مدى 450 عام. المسؤولون الأتراك يعولون على دور وسائل الإعلام في تصوير الواقع ونقل الحقيقة كما هي لتجاوز محنة الشد والجذب ضمن ما يصفونها بسياسة التضليل المدبرة لضرب علاقة تركيا بإخوانها العرب، وهذا ما حاول المسؤولان التركيان تأكيده في اللقاء.